وما من موضع في الصلاة بلا استثناء إلا وفيه ذكر، إما واجب وإما مندوب، حتى ما بين الأركان وأنت تنتقل من قيامك إلى ركوعك في الطريق تقول الله أكبر. ولذلك يقول أهل العلم وحكي إجماعا لا يجوز للمصلي أن يكبر قبل محله ولا بعد محله، هذه فائدة خارجة عن خشوع ولكن احفظوها، لا يجوز، حكي إجماعا. بعض الناس لأجل لاقط الميكروفون هذا وهو واقف قبل أن يقول يكبر للركوع يقول الله أكبر ثم يركع. ذكر أهل العلم أن صلاته غير صحيحة إذا كان عالما بالحكم، لأنه أتى بالواجب في غير محله، وما هو محله؟ ما بين الركنين، يجب أن يأتي بالتكبير فيما بين الركنين، ولا يجوز له أن يأتي به كاملا قبله ولا يأتي به كاملا بعده. وأما إن أتى به بعضه قبله وبعضه فيه صحت صلاته.